فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقال: استوصوا بالنساء خيرا، أي اقبلوا الوصية فيهن، فلا تظلموهن بحقوقهن، لأن المرأة ضعيفة، فلا يستغل الرجل قوته وسلطته وأنه هو الزوج أو أنه هو الولي فيتعسف في هذا الحق فيضر بالمرأة ويظلمها لأنها ضعيفة، فهو لا يظلمها، وأيضا لا يهملها ويترك الحبل لها على الغارب، لأنه مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فلا يظلمها ولا يهملها، فهذا حقها عليه أن يصونها وأن يكرمها وأن يعطيها حقها الذي شرعها الله، سواء كان وليا أو زوجا أو قريبا.